الصيني الاساسي. اللي العشره اللي تغيروا الان هم اللي تغيروا الان. شوف هذه كره ملعوبه، الشوط الاول لعبوا عشره غير هالعشره، وهذه كره ملعوبه بالجول، عشره غير هالعشره وجول، جول جول. الهدف الثاني 27 يسجل هان بونغ، هان بونغ في الدقيقه 14، في الدقيقه 14 من الشوط الثاني. اذا تقدم الفريق الصيني ثلاث لاعبين الان، ثلاث لاعبين او خمس، اربع لاعب، خمس لاعبين، خمس لاعبين. الفريق الصيني غير عشر لاعبين، واعتقد ان هذول هم الاساسيين. شوف بعد ما لعبت 25 حاطه